استمعت للشيخ أحمد الجعفري يقول في جمهور علمائنا لا يقولون بزنا زوجات الأنبياء أبد، جمهور علمائنا. وشكرا. نعم. أنا صراحة أنصح الأخوة الذين يعني فعلا يريدوا أن يستزيدوا في هذه أن يقرأوا كتاب الفاحشة، وخصوصا الفصل السابع، وأن يطلعوا عليه. نعم، هذه المسألة ما كانت مبحوثة، يعني أول من بحث بها بحثا علميا دقيقا معضدا بالأدلة والبراهين، بل تقدر تقول ألف به كتاب، هو سماحة الشيخ الحبيب. فاللي يريد يتشبع ويعرف هذه المسألة، يعني يريد يشوف فعلا، يقف على الأدلة زين، بل وحتى يقف على الأمور التي ممكن قد يرد بها على القول بالزنا عائشة مثلا، يستدلون بها أيضا، يقف عليها كلها. جاء بها الشيخ الحبيب وناقشها وفصلها. فأقترح عليه أن يقرأ كتاب الفاحشة. ما عندك وقت تقرأ 1000 صفحة؟ روح فقط افتح الفاحشة هذا الكتاب، روح على الفصل السابع زين، هنالك ناقش الشيخ الحبيب هذه المسألة. لكن أقول على عجالة، طيب مشهور علمانا لا يقولون بها، ثم ماذا يعني؟ يعني ثم ماذا؟ هي مسألة الآن هذه ثابتة أو ليست ثابتة؟ يعني إذا لم يقول بها مشهور علمائنا، لأنه ما كانت مطروقة للبحث أصلا، ثم ماذا يعني؟ هذا أولا. ثانيا، وواقعا هؤلاء جهلة. أولا، إذا كان الذي يقول بها مثل منو؟ مثل منو؟ يعني المعممين شوية، خلي بعضهم طبعا، خلي شوية يقعدون راحة، يعني عيب عيب هاي المجازفات. إذا كان اللي يقول بزنا عائشة مثل علي بن إبراهيم القمي، علي بن إبراهيم القمي رحمه الله، يعني أقصى ما أقول هذا تعريفه، فقط قول شيخ مشايخ مشايخنا الشيخ الكليني صاحب الكافي علي بن إبراهيم، وما أدراك ما علي بن إبراهيم، هذا محل إجماع الطائفة، هذا الرجل الجليل هو يقول بهذا، وهو من المتقدمين بالمناسبة، بعد خو شيخ الكليني هو، وشيخ والد الصدوق علي بن إبراهيم رحمه الله هو يقول بهذا ويقسم على ذلك. هذا مسألة. ثانيا، غير علي بن إبراهيم نظام العلماء، نعم نظام العلماء التبريزي، هذا يقول بزنا عائشة، من العلماء أيضا، واحد من العلماء من المتكلمين يقول بهذه المسألة. زين، العلامة المجلسي متوقف لأنه شاف روايات دالة على ذلك، ورواية ما بها روح وتعال مثل ما نقول، رواية بعد رواية معتبرة يرويها علي بن إبراهيم القمي رحمه الله، فمتوقف في ذلك. ما الحر العاملي رحمه الله، المحدث الشهير المعروف صاحب وسائل الشيعة، أيضا يعني لما وصل لهذا قال وفي هذا الرواية لما خرجها يعني أكتم عليه أو أتركه هكذا لأنه زماني لا أستطيع أن أتكلم به، مضمون كلامه هكذا، يعني أنني أنا أطوي عن هذا كشحا فيه أشياء لا يتحملها أهل زماني أنه أذكرها، خلاصة كلامه هذا أنه في زماني لا أستطيع أن أفصل في هذه المسألة، أشار هكذا إشارة. المهم، ثم هي مسألة يعني خلاص هذا وقع أو لم يقع، يعني شنو يعني أنت ما أخذتك الغيرة على عائشة، يعني اللي تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي تحارب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني هذا شنو مثلا تستبعد منها الزنا؟ تحارب أمير المؤمنين، والله أقول هذا أنتم لازم تعرفون من هو أمير المؤمنين، اعرفوا من هو أمير المؤمنين، يعني بالله عليكم أنا أمير المؤمنين واحد يحاربه، شنو أتوقع منه هذا اللي يحارب أمير المؤمنين؟ شنو أصلا شلون أحسن الظن بي؟ اللي يحارب أمير المؤمنين شكو رذيلة، حتى لو ما عندي دليل أقول هذا مسويه، لأنه وصل إلى شنو؟ إلى محاربة أمير المؤمنين. بعد أكو أكبر كفر وضلال وانحراف وفجور بأن يحارب أمير المؤمنين، بل ويعطي الجائزة لمن يأتي برأس أمير المؤمنين، الله أكبر، هاي الملعونة، تعطي جائزة أموال من الذهب لمن يأتي برأس علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إذن كل شيء نتوقع من هذه الزنا وغير الزنا، ثم يا أخي سيرته رضاع الكبير،
فتاواها المنحرفة دالة على ماذا؟ دالة على أفعالها.